يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في كتابكم عقيدة التوحيد، والذي ندرسه في الصف الثالث ثانوي تحت الفصل المتعلق بالصحابة، قلتم فالتف حوله أي عبد الله بن سبأ من انخدع به من قاصري النظر وضعاف الإيمان ومحبي الفتنة، فأشكل علينا نحن الطلاب وكذلك المعلم هذه العبارة ونسألكم عنها، فمن المقصود بأنهم من قاصر النظر ومن محبي الفتنة؟ هل هم الصحابة أو أحد منهم، أو من المراد بذلك؟ المراد بذلك اللي التفوا عليه، الكلام واضح ما يحتاج، اللي التفوا على عبد الله بن سبأ مع أنه غريب وقادم من بلاد اليهود اليمن، التفوا عليه وأخذوا منه سب عثمان، ما هو بهذا قصور نظر؟ اللي يتقبل السب في عثمان هذا كامل نظر ولا قاصر نظر؟ هذا قاصر نظر وضال. اللي يتكلم في خليفة راشد ثالث الخلفاء الراشدين أحد السابقين الأولين إلى الإسلام تكلم فيه ويقبلونه، هذا قصور نظر بل هذا ضلال. نعم. وما التف عليه إلا أعراب وصبيان وقرى فيها ناس معروفين بأنهم يحبون الفتنة في مصر، هم اللي التفوا عليه. نعم.